لا. سفاليم كيف تصنعونها اليوم في الورشة؟ ولكن جاسر تأخر. جاسر، أين جاسر؟ أين؟ لحظة، لعله في حاجة إلى أي مساعدة. جنكوز موجود. ألو جاسر. ألو 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 جنكوز. جاسر جنكوز، إيش فيك؟ من صبح أدق عليك. جاسر يا أخي، افتح الباب، أنا برا. افتح الباب. إنه على الباب. لحظة يا جاسر. يلا يا جنكوز. جاسر جنكوز، وينك يا جنكوز؟ جاسر، لي ساعة أنا واقف برا أتصل فيك، أدق على الباب. خطر دل الحلقة النادي. يلا جاسر. السلام عليكم أصدقائي. جاسر جاسر الله تكمل؟ إيه؟ كمل أقدم جاسر ولكن ما شاء الله تبارك. هذه مقدمة لي ولا جسر. من؟ جاسر هذه لي؟ أنا هدية يا جاسر، وقد وصلت اليوم إلى النادي قبلك لكي أحضرها لك. يعطيك العافية جنكوز، مشكور صراحة. لكن أول مرة، هذه جديدة صراحة، جنكوز يجي قبلي صراحة. أول مرة جاسر. إنجاز. يلا إنجاز. بس جسر. على الإنجاز هذا كمل المقدمة. إذا أصدقائي، كما تعلمون فقرات البرنامج منوعة، الورشة، ثم اتصالاتكم في تبي تفوز، ثم فاصل، ومن بعده اتصالاتكم واللغز مع جنكوز. فاستراحة سريعة واستعراض لأسماء الرابحين وفقرة ارسم واربح مع خربوش، ونودعكم لنلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. خلاص جنكوز، روح البيت. لا خلاص، أنا محرم. جاسر زي شلون كذا؟ جاسر مقدمة، فوتت أشياء واجد يا جنكوز. زين الحين الحلقة باختصار، أنت قلت إلى اللقاء الأسبوع الجاي. إيه زين، نهاية الحلقة. خلاص يا جنكوز. يلا أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب فيكم مرة ثانية في حلقتنا لليوم. وبإذن الله راح نبدأ بفقراتنا لليوم، ومسابقاتنا جاهزة، وكل شيء جاهز، وأيضا جنكوز جاهز للفقرة اللي هو يحبها واللي كلكم تحبونها، وهي فقرة ورشة مع جنكوز. هاي يا جنكوز، ما رأيك في هذه الورشة؟ صراحة ابداع يا جنكوز، ما شاء الله أزهار جميلة. دائما تذهلني يا جنكوز بالأشياء اللي انت تسويها وتقدمها لي دائما. جاسر عليك أن تعترف. للأسف إذا لاحظتوا أصدقائنا، دائما جنكوز اللي يقدم لي هدايا، أنا ما قدمت له شيء. جاسر عليك أن تعترف بأنني مذهل. صحيح جدا يا جنكوز. كلها ما أنت شخص واحد في العالم، ما في مذهل. مذهل ها. جاسر شوف جنكوز، شوف أنا رفعت لك واجد، بس التواضع مهم. جاسر ولكنني قصير القامة. ما له دخل جاسر، تواضع النفس. مش تواضع. أوكي جاسر. طيب اليوم في هذه الورشة سنتعلم كيف نصنع هذه الأزهار الجميلة لتقديمها لأصدقائنا. يا سلام، ما رأيك؟ صراحة فن، لكن ما أدري شلون سويتها يا جنكوز. جاسر خلينا نشوف شلون سويتها. حتى المزه ال لا 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 العلبة، إعادة تدوير يا جنكوز. طبعا يا سلام عليك، فنان جاسر، مخ فنان. يلا جنكوز، رونا الأشياء اللي استخدمتها في ال. حسنا يا جاسر، واحد اثنان ثلاثة. يا سلام، نحن في حاجة يا جاسر في هذا إلى أوراق ملونة. حلو، كما ترون الأوراق الملونة. كل الألوان لدي، كل الألوان. واللي ما عنده أوراق ملونة، ورقة بيضة تنفع ولا؟ جاسر طبعا يمكن أن نلون الورقة البيضاء. صحيح طبعا، نحن في حاجة إلى مقص، وأيضا بحاجة إلى شخص كبير يساعدنا في القص. طبعا لأن المقص قد وخلني أمسكه من لا أمسكه من المقبض. وأيضا نحن في حاجة إلى ماذا يا جاسر؟ إلى ماذا؟ إلى الصمغ أو اللاصق. حلو، سهلة جدا. صحيح، لسنا في حاجة إلى أكثر من هذه بس الأشياء. بس ثلاث مكونات، بس ثلاث مكونات. جاسر العلبة يمكن أن أختار نفس العلبة أو مظهرية موجودة لدينا، ولكن أنا اخترت لي إعادة التدوير. أوكي، هذا يعني أصدقائنا يقدرون الحين يسوونها معك يا جنكوز، صح؟ إيه؟ يقدرون يسوونها وأنت قاعدة تسويها، صح؟ طبعا لأنها سهلة بإذن الله. طبعا جاسر، أولا علينا أن نختار اللون. حلو، أنا سأختار اللون، أنا ارتدي الأصفر، إذن اللون الأحمر. إيش دخل؟ جاسر أحب الألوان والتنسيق. تنسيق. أوكي، أنت هذا هو منطقك يعني. طبعا جاسر، نأخذ الورقة هكذا. حلو، هكذا، ثم نثني الورقة، نثنيها من النص هكذا. حلو، ونبدأ
علينا أن نقص هكذا في هذه الطريقة. يا سلام. هكذا. ثم نأخذ ونقص من فوق. حلو. يصبح لدينا أثنان. قطعتين. حلو. وهكذا ونكمل نقص. طبعا يمكن أن تكون بنفس الحجم ويمكن أن تكون بأحجام مختلفة. حلو. حسب نحن ما نريد الوردة. هكذا. جاسر. في عدد معين تحتاجه؟ آها. جاسر نحن في حاجة إلى بحسب. حلو. يمكن أن نقطع الوردة صغيرة أو وردة كبيرة. وردة كبيرة. إذن أصدقائي بهذه الطريقة نقص الورقة، ولكن أنا استفادة للوقت وكما نقول دائما الوقت مهم دائما جدا. صحيح. جزيلا حضرت بعض الأوراق الملونة. يا سلام. هذا اللي يذهلني فيك جنكوز، دائما جاهز. جاسر. خلينا نشوف بس دقيقة. لحظة يا جاسر. أشوفها زين. هي نفسها بالضبط اللي أنت قصصتها صح؟ بس في شيء ثاني غير. أها. جاسر. نأخذ بعد أن قصصنا هذه الورقة بهذا الشكل. حلو. نأخذها نثنيها لتصبح بهذا الشكل. على شكل قطرة. أها. حلو. كيف؟ نأخذ اللاصق. اللاصق ونحطه على الطرف. جاسر لو سمحت. شكرا جدا جزيلا. لا. نضع بعض اللاصق على الطرف. اللاصق على الطرف الورقة. حلو. ثم نثني الورقة ونجعلها بهذه الطريقة إلى أن تلصق. يا سلام. حلو. ونكمل مع القطع الباقي الموجودة. سنقوم مع الأصدقاء في المنزل بصنع هذا. إذن ورقة قصصناها. نثنيها. ثم نثنيها هكذا. حلو. ولكن نضع بعض اللاصق على الطرف. تك تك. عشان تمسك يعني ما تفهم. صحيح يا جسر. تهربين. طبعا جنكوز مثل ما انت هديتني ورود نتمنى يا جنكوز ان اصدقائنا بعد يهدوننا ورود على الاسبوع القادم باذن الله. سووا لنا جاسر بعد ان ننهي لدي مفاجاه لك من الورشه. وش هي جنكوز؟ جاسر مفاجاه. كيف ستكون مفاجاه اذا كنت ما ادري تعرفني ما فيني صبر يا جنكوز لازم اعرف. خلاص يلا عشان يلا خلاص يلا بعد ما تخلص روني. اذا كما شاهدنا اصدقائي من هذه الورقه. حلو. كما كانت بهذا الشكل أصبحت بهذا الشكل. حلو ونكمل على القطع الباقي. طبعا ولكن استفادة للوقت أنا قصصت الكثير من الأوراق الملونة. حلو. الأصفر والزهري والأحمر. ممكن أنك تمكس وردة واحدة فيها أكثر من لون. طبعا يا جاسم. إذا نبدأ بهذه الطريقة مثلا سأختار أنا اللون الأصفر. نأخذ واحدة. نضع بعض اللاصق على الطرف. ثم نأخذ لون آخر مثلا الزهري. حلو بهذه الطريقة ونلزقهم في بعض. ثم نأخذ أيضا اللاصق. حلو وتكمل العملية. نضع اللون الأحمر بهذه الطريقة. بسلام. ونكمل إلى أن ننهي الوردة. جاسر. حلو. أحس بأنك مريض اليوم. والله تعبان حدي جنكوز. لماذا يا جاسر؟ ما أدري جاني برد وجاني حرارة. بس الحمد لله. أتقومون بتمارين قاسية في العسكرية؟ مو قاسية، ما هذا اللي لازم نسويه. إيه؟ صح ولا لا؟ إيه؟ في وقت إذا وطننا احتاجه لازم نكون جاهزين صح ولا لا؟ جاسر. فهذا نوع من أنواع التمارين. جميل جدا يا جاسر. شكرك يا جنكوز. إذا سنكمل هكذا بهذه الطريقة. إلى أن تصبح الوردة جاهزة. حلو يا سلام. ولكن استفادة للوقت لن نكملها الآن سأكملها خلال فقرة بتفوز. ولكن حلو. الآن نريد الجزع. اللي هو الغصن هذا اللي كنت بسأل عنه. شلون تسويه الجزع؟ ها سوري. نأخذ ورقة خضراء. سلام. ورقة عادية خضراء. ثم نبدأ باللف. حلو. من الطرف بطريقة من زاوية لزاوية. دياكونال. من الزاوية لزاوية. أفقية. لا ليست أفقية. ما أدري يا جنكوز حاول تتحلها. من زاوية لزاوية. نلفها بهذه الطريقة. أنت تسويها يا جنكوز من زاوية لزاوية عشان يكون طويل يعني ولا؟ صح. حلو. وتكون أكثر متماسكة. صحيح. بعدين في النهاية تلزقها. صح. عشان ما تنفك. جاسر أنا أرتدي هذه القفازات لا تساعد. صعب أنك أسويها أنا؟ صراحة يا جاسر يمكن أن تسوي واحدة أخرى. لا خلاص بما أنك سويت واحدة خلاص. الآن سنضع
عندما نصل إلى هذا الحد نضع بعض اللاصق على الطرف اللي أنت جاسر لو سمحت افتح. شكرا. هذه هي ساق الوردة صح؟ طبعا هذا بعض اللاصق. شكرا للمعنويات الجميلة التي تأتينا من الأصدقاء في غرفة المراقبة. صحيح. بهذه الطريقة ثم نأخذ الوردة بعد أن تثبت. بعد قليل سأريكم كيف. أوكي؟ حلو. أملا يا جاسر فما رأيك قبل أن نبدأ بفقرة تبي تفوز أن أريك شيئا جميلا حصلنا عليه من الأصدقاء. هل هي المفاجأة؟ جاسر يلا أتذكر هذا؟ بسم الله في الحلقة الماضية. يا سلام. قدمنا هذا العمل اللي صحيح؟ هي صحيح كرت المعايدة. حلو؟ أها. لا تقول لي وصلنا من صديق. وصلنا من صديق والله؟ جاسر وصلنا. تكا. يا سلام يعطيهم العافية أصدقائنا ما شاء الله. وسيمة يعطيش العافية وسيمة. إلى جنكوز. يا سلام يعطيش العافية يا وسيمة. أشوف افتحها. خلنا أشوف. جاسر الكاميرا الكاميرا. دقيقة خلنا أشوف أنا أول شيء. الكاميرا يا جاسر. يا سلام يا سلام يا سلام يا وسيمة يعطيش العافية. وكذبت فيها. ماذا كتبت؟ فيا طالما قد زينتها أفعالنا اللي هو شعار اليوم الوطني صح؟ طبعا يا جاسر اللي هي من كلمات المؤسس قطر ستبقى حرة. يعطيك العافية يا وسيمة نشكرك صراحة على هذا الكلام. وأيضا من الصديق جاسم كتب إهداء إلى جاسر. حلو. هذا إلى جنكوز. طيب. وهذا إلى جاسر. سأفتحه أنا يا جاسر. يلا يلا اللي لي يفتحها أنت. مكتوب عليه اليوم الوطني. يا سلام. ومرسوم بطريقة جميلة جدا. تادا. يا سلام يعطيهم العافية أصدقائنا ما قصروا. تميم المجد وقطر ستبقى حرة يعطيكم العافية. صحيح. شكرا يا جاسم. شكرا يا وسيمة على هذا الإهداء. وطبعا أصدقائنا نذكر بأرقام التليفونات اللي بإمكانكم تواصلون معنا من خلالها. وايضا بامكانكم انكم تتصلون معنا في فقره تبي تفوز. حاليا راح يظهر الرقم على الشاشه. الرقم هو 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. وحاليا يا جنكوز ننتقل وين؟ الى تبي تفوز. الى فقره تبي تفوز. ونقول الو السلام عليكم. من اول متصل معنا؟ الو يا ادم. الو السلام عليكم. يا مرحبا يا ادم كيف حالك؟ الحمد لله. ادم كم عمرك يا ادم؟ 9 سنين. 9 سنين. العمر كله اي صف؟ الرابع. صف الرابع ما شاء الله. شو المواد اللي تحبها؟ رياضيات. يا سلام جنكوز. ها هو يحب الرياضيات صح؟ وانا ايضا. شوف سؤالك. رياضيات. طيب اكيد تعرف رياضيات صح ولا شاطر؟ إيه في الرياضيات اكيد. ايه يلا بسم الله يا آدم راح يكون سؤالك عن الرياضيات. حلو؟ ايوه. يلا اعطونا السؤال خلونا نشوفه. اللي هو 6 ضرب فراغ يساوي 36. يلا 6 ضرب كم؟ 6. يا سلام عليك يا آدم يعطيك العافية. صفقة يا جنكوز. صفق له. صفق له جنكوز. نقول لك ألف 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 مبروك يا آدم يعطيك العافية وتستاهل 500 ريال مقدمة لك من قناة الريان. صراحة السؤال كان سهل. شوي سهل لكن هو سريع بعد في الإجابة. يعطيه العافية آدم. جاسر ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم. ألو. ألو يا حمد شو تقول جنكوز؟ الأصدقاء سيفوزون دائما معنا. صحيح طبعا. يا مرحبا حمد كيف حالك؟ بخير. حمد كم عمرك يا حمد؟ 10 سنين. 10 سنين. العمر كله أي صف؟ خامس. خامس. يا سلام الله يوفقك إن شاء الله. طيب إيش تبي تكون إذا كبرت يا حمد؟ شرطي. شرطي ما شاء الله. طيب وش نوع شرطي؟ مرور شرطي؟ تبي تكون في الفزعة؟ تبي تكون وين؟ الفزعة. في الفزعة ما شاء الله تبارك الله. طيب ما فكرت انك تكون دكتور يوم من الايام؟ جاسر ولا خلاص انت مثبت انك شرطي؟ جاسر الحلقة الماضية كان كل الاصدقاء يريدون كلهم اطباء صح اليوم؟ اليوم شرطي. شرطة. خلنا نشوف أصدقائنا الباقيين شو إيش بيكونوا إذا كبروا إن شاء الله. طيب شو المادة اللي تحبها؟ الرياضيات. حلو. حلو.
حلو، بس بما انك راح تصير شرطي انا بيك تركز على الصورتين هذه فيها شيء غلط. اها فهمت، بما انك شرطي لازم تطلع لي الاغلاط اللي فيها. حلو طبعا، وش يصير الشرطي ينتبه الى ادق التفاصيل. صحيح. يلا يا حمد ركز على الصور وطلع لي الاختلافات. هذه الصور راح تطلع لك حاليا. يلا عطني ثلاث اختلافات يا حمد، عفوا الشرطي يا حمد. يلا الغبال. عندك دقيقة ما اسمع. الغبال. القفاز. خلونا نشوف القفاز. القفاز وإجابة صحيحة، يعطيك العافية يا حمد. يلا باقي اختلافين. يلا الباب. الباب. خلونا نشوف الباب. الباب اللي على اليمين. يا سلام إجابة صحيحة. حلو. يلا آخر اختلاف. يد البنت. يد البنت. خلونا نشوف يد البنت وإجابة صحيحة، يعطيك العافية ما شاء الله عليك يا حمد. نشكرك صراحة ونقول لك ألف 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 مبروك يا حمد، وتستاهل الخمسمية ريال. مبروك يا شرطي حمد. مبروك يا حمد. وحاليا راح ناخذ اتصال آخر ونقول ألو يا شيماء كيف حالك؟ ألو. الحمد لله زينة. السلام عليكم يا شيماء كيف حالك؟ وعليكم السلام. كم عمرك يا شيماء؟ عمري 13 سنة. 13؟ إيه. ما شاء الله العمر كله. أي صف؟ صف السابع. صف السابع ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش تبين تصيرين إذا كبرتي؟ دكتورة. دكتورة. شوف رجع لنا طبيب ثاني. الأطباء. ما شاء الله تبارك الله. الحلو في أصدقائنا أنهم مثبتين في مستقبلهم ايش يبون يكونون. طبعاً هذا شيء جيد جدا جدا جدا. إن الواحد يعرف مستقبله ايش بيكون. طيب يا شيماء ايش رايك في عمل جينكوز اليوم؟ لم ينتهي بعد. بتسوين نفسه وتطرشينه لنا ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال ايش راح يكون؟ اوجد الكلمه. حلو. طيب ما عندي شاشه. ما عندي الشاشه؟ اي انا برا. طيب خلاص اعطيش سؤال. اعطيش سؤال. يلا بسم الله. السؤال يقول ما هو الرقم الذي نحصل عليه إذا ضربنا كل الأرقام الموجودة على الآلة الحاسبة ببعضها؟ الأرقام كلها لو ضربناها ببعضها شو الرقم اللي يطلع؟ صفر. صفر وإجابة صحيحة، يعطيك العافية. طيب شو السبب؟ ما أدري تخمين. شو السبب؟ ما أدري. لا ما يصير تخمين. إذا ضربنا في صفر بعدين ضربنا في صفر كله يطلع صفر. أي رقم نضربه في صفر يا شيماء خليها في بالش يساوي صفر. حلو؟ أوكي. ألف 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 مبروك يا شيماء وتستاهلين 500 ريال، يعطيك العافية على المعلومة الحلوة ونشكرك ونقول ألو. السلام عليكم يا رحمة. عليكم السلام. يا مرحبا رحمة. رحمة عندي الشاشة ولا لا؟ عندي شاشة. حلو يا سلام. طيب كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة العمر كله. أي صف؟ سادس. صف السادس ما شاء الله. الذبانة هذه مشاركتني في شو اسمه جاسر. طيب سؤال ايش راح يكون يا شيماء؟ هو اوجد الكلمة. حلو اوكي. تعرفينها ولا لا؟ اعرفها. طيب يلا بسم الله خلونا نشوف كلمتها. طلع قدامك على الشاشة كلمة مختفية وفي حرف واحد بس اللي مبين اللي هو حرف القاف. انت عليش انك تعطيني احرف حرف حرف لين تكتمل الكلمة. حلو. وعندك اربع محاولات بس يا شيماء. ألف لام. لا حرف واحد بس. ألف. ألف. خلونا نشوف الألف. حلو الألف موجودة. الحرف الثاني اللي قلتيه وشو؟ لام. اللام. خلونا نشوف حرف اللام. يا سلام. يلا كملي الأحرف الباقية حرف حرف، لا تعطيني ثلاث حروف مع بعض. شكرا. غين. غين. خلينا نشوف حرف الغين. للأسف احتمال راح، باقي لي ثلاث احتمالات يا شيماء. انتبهي. يلا على السريع يا شيماء أي حرف أعطيني بسرعة. الباء. قال. باء. خلونا نشوف الباء. الباء موجود. يا سلام كأن الكلمة بدأت تتضح شوي. ها يلا باقي حرفين. يلا تاء. تاء. خلونا نشوف حرف التاء. صحيح. يا سلام. يلا باقي حرف راء. راء. يا سلام اكتملت الكلمة وهي برتقال. برتقال. يعطيش العافية يا شيماء. ألف ألف مبروك وتستاهلين
على فكرة يا جاسر أنت في حاجة إلى الكثير من البرتقال لأنه صحيح. مليء أو غني بالفيتامين سي ويقوي المناعة أيضا طبعا بعد. يا جاسر صحيح. جاسر قبل أن نأخذ الاتصال علي أن أريك خلصت انظر يا جاسر الآن شوف أرأيت حلو أكملت الوحدة ولكن ماذا ينقصها ينقصها الوسط الوسط إذا نحن في حاجة إلى لون جديد سنأخذ مثلا اللون هذه حديقة أزهار يا جنكوز مش زهرة واحدة جاسر لهذا لدينا ذباب اليوم يا سلام جاسر سنأخذ اللون الأزرق مثلا حلو جاسر ممكن نساعدك شكرا يا جاسر نأخذ اللون الأزرق ايش معنى الأزرق جنكوز تقدر تحط أخضر جاسر فقط للألوان حلو والآن سنصنع دائرة مو بدائرة هذه جنكوز جاسر طلبك هذه خذ راحتك وهذه بعد مو بدائرة جاسر لا عبد الجديد عبد شوف تركيز يلا بعدين تلزقها في النص صح دائرة لاصق أعطني يا جاسر روح لا سمحت شكرا عفوا رأسك مهذب يا سلام الكل لازم يكون صح ولا لا ورضاها في الوسط يا سلام شفت تناسق الالوان من جنكوز او خلنا نقول تضارب الالوان من جنكوز هكذا يا سلام والان علينا ان نلصق الغصن ما بقل الغصن حلو لا. طيب ما ايش رايك يا جنكوز انك تسويه في الفاصل جسر نريد ثانيه واحده يلا نعطيك ثانيه يا جنكوز خلاص خلصت الثانية جيكوز يا سلام أشوف جاسر هذه هي الوردة بتطيح ولا لا جاسر انتبه ثابتة طيب هذه هي الوردة اللي سواها جيكوز أو خلنا نقول حديقة الورود اللي سواها جيكوز زهرة ملونة يا جاسر إذا فاصل يلا فاصل أصدقائنا ونرجع لكم مرة ثانية حديقة ورود رجعنا لكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل ومن حديقة ورود جنكوز ننتقل إلى فقرة تبي تفوز جنكوز أنت بتفوز جنكوز تبي تفوز قصيدة هذه ونقول ألو السلام عليكم يا شموخ ألو يا شموخ ألو يا مرحبا شموخ كيف حالك خير كم عمرك يا شموخ ثمانية سنين العمر كله أي صف صف الثاني ما شاء الله طيب سلمي على جنكوز السلام عليكم يا شموخ وعليكم السلام كيف الحال؟ بخير شموخ أنا الآن أستريح لأنني قمت بصنع هذه الأزهار ما رأيك؟ إبداع صح يا شموخ؟ حلوة بتسوين نفسه؟ يلا بإذن الله وطرشي لنا يا شموخ عشان نشوف عملك طيب صحيح جاسر ويمكن أن تزين بها الغرفة صحيح ممكن تخلينا كمزهرية في الغرفة إيه؟ بس مش طبيعية إيه؟ جاسر ولا قدها من صنع يديها صحيح طيب يا شموخ تبين تسيرين إذا كبرتي دكتورة أسنان إيه؟ دكتورة أسنان ما شاء الله جاسر ها عندك ألم أنا أخاف من دكتور الأسنان ولكن إذا كنت أنت طبيبة أسنان يا شموخ سأذهب إليك وستفحصين أسناني ها إيش رأيك يا شموخ في جنكوز؟ برأيك بأسناني هو كان يخاف من دكتور الأسنان بس إذا أنت بتصيرين دكتور أسنان خلاص ما يخاف الحين جاسر ها هل يمكن أن تفحص لي الأسنان؟ ممكن تفحصين الأسنان يا شموخ؟ شوفي أسنانك هل هي جيدة؟ ها مو بجيدة؟ يلا يا شموخ ننتقل لسؤال شو هو الاختلافات حلو عند الشاشه قدامك اهم شيء يلا بسم الله عندك صورتين وطلعي لي ثلاث اختلافات يلا وعندك دقيقه واحده بس يا شموخ يلا هذه هي الصور واعطيني ثلاث اختلافات حلو احمر واخضر اول اختلاف اللي هو القميص عيون الطاووس عفوا العيون
والاختلاف الثاني انا اعطيت شيء حلو الريشه اللي فوق البنت حلو هذا الاختلاف الثاني والاختلاف الثالث هو اكبر اختلاف ما شاء الله يا شموخ ركزتي على ادق الاختلافات وخليتي الواضح القميص يا سلام حلو هذا هو ثالث اختلاف ويعطيش العافيه يا شموخ ونقول الف الف مبروك وتستاهلين ال 500 يعطيش العافيه يا شموخ على المشاركه ما ادري ايش فيني طيب ناخذ اتصال ثاني ونقول الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم الو السلام عليكم كلموا السلام عليكم كيف الحال عليكم السلام معي اسمها دانا دانا نعم صديقتي دانا كيف الحال دانا ما رأيك بهذه الأزهار جميلة أتانا صنعها سهل جدا 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 صحيح. جزيلا يعني إذا تبعتي الحلقة يمكن أن تصنعي مثلها وإذا تبعتي الحلقة على اليوتيوب أو على غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ستصنعين مثلها اصنعي مثلها وارسليها إلى صديقك جانكوز صحيح دانا كيف حالك يا دانا؟ خير كم عمرك؟ ثمان سنين ما شاء الله شو المادة اللي تحبينها يا دانا؟ المادة اللي تحبينها في المدرسة؟ رياضيات يا سلام وسؤالش يا دانا راح يكون رياضيات حلو؟ جاهزة؟ سؤال سهل جدا يا جاسر طبعا أكيد سهل أصدقائنا كلهم بيفوزون إن شاء الله يلا سؤالش هو خلونا نشوف السؤال ثلاثة ضرب فراغ ضرب عشرة يساوي 300 شو اللي جابه عندك دقيقة بالضبط يلا ثلاثة ضرب فراغ ضرب عشرة من اللي قاعد يساعدش الحين أنا أسمع في حد يساعدش ما أدري من ضرب عشرة لا في حد يساعدش يا دانا صح ها في حد يساعدش أمي يلا اشكري لي أمك وقولي لها خليني أجاوب نفسي حلو خليني اعتمد على نفسي طيب يلا يا دانا شو اللي جابه عشرة يا سلام خلونا نشوف عشرة صحيح عشرة وإجابة صحيحة يعطيك العافية يا دانا ونقول لك ألف ألف مبروك وتستاهلين 500 ريال ونشكر دانا وأيضا نفس النقطة أكررها دائما لأولياء الأمور يعطيكم العافية لكن خلوا أصدقائنا يشاركون هم يحاولون يعتمدون على نفسهم طبعا الأسئلة سهلة جدا سهلة والكل معنا طبعا فايز بإذن الله طيب يا جنكوز ناخذ اتصال ثاني اتصال بنقول ألو نقول ألو السلام عليكم سعود ألو يا سعود كيف حالك يا سعود سعود كم عمرك يا سعود ثمان سنين ما شاء الله أي صف ثاني صف الثاني شو المادة اللي تحبها؟ نفس الأسئلة دائما أكرر طبعا ها شو المادة اللي تحبها؟ رياضيات بس راح عليك سؤال الرياضيات حلو تبي نعطيك سؤال رياضيات يعني ولا لا؟ عادي طيب قبل ما أعطيك السؤال أنا بسألك سؤال بسيط ايش تبي تكون إذا كبرت؟ هذا من أهم الأسئلة طبعا دكتور ها؟ ما أسمع دكتور يا سلام الله يوفقك إن شاء الله طيب ما فكرت في مجال ثاني غير الدكتور؟ طيار يا سلام بس شوف اختار مهنتين صعبتين جدا صحيح من اصعب مجالين لكن انا باذن الله متاكد انها مش صعبه علي ابدا طبعا صح ولا لا؟ والواحد اذا حط في باله شيء بيجيبه حلو؟ صح يعني ركز على هدف معين وباذن الله انك راح توصل له يا سعود جاسر من المهم جدا ان يكون الانسان لديه طموح صحيح واذا ثابر واجتهد سيحقق هذا الطموح يوما ما الانسان اللي دائما له نظره للمستقبل هو الانسان اللي راح يكون متفوق ان شاء الله طبعا يا جاسر طيب يا سعود جاهز لسؤالك ولا لا؟ جاهز؟ جاهز يلا بنختبرك في الرياضيات وسؤالك راح يكون رياضيات طبعا خلينا نشوف المسألة. أوكي. سهل جدا يا جاسر. بإذن الله إنه سهل. ثمانية ضرب فراغ يساوي 88. ما في أسهل منه. يلا. عندك دقيقة بالضبط. يلا يا سعود ركز. ثمانية ضرب كم يساوي 88؟ صحيح. يلا. أسرع يا سعود ما يبي له شيء.
ما اسمع. ثمانية. حاول مرة ثانية يلا، عندك دقيقة، أقل من دقيقة. هذا الرقم، هذا الرقم لو تضرب فيه أي رقم حتى لو أربعة ضربة يطلع 44، ثلاثة ضرب هذا الرقم يساوي 33. فهمت؟ فهمت؟ عرفت جنكو صح؟ ثمانية. يلا إجابة يا سعود، يلا روح فوق العشرة، فوق العشرة. 11. خلونا نشوف 11 وإجابة صحيحة، يعطيك العافية ونقول لك ألف ألف مبروك يا سعود. وأنا بشرح السؤال مرة ثانية، ودائما نقول أن أي رقم نضربه في 11 يطلع نفس الرقم متكرر، اللي هو مثلا الحين من 1 ل 10، من 1 ل 9، 1 ضرب 11 11، 1 ضرب 2 22. يعني شو اسمي ضرب 11؟ يلا جنكوز، 5 ضرب 11 55. يا سلام. 7 ضرب 11 77. يا سلام. 0 ضرب 11 00. حلو 00. لا الإجابة 0. جاسر يلا نقول ألو. السلام عليكم يا حنين، كيف حالك؟ السلام عليكم يا حنين. ألو يا حنين. ألو. ألو يا حنين، كيف حالك؟ بخير. كم عمرك يا حنين؟ 11 سنة العمر كله. طيب أي صف؟ خامس. الصف الخامس ما شاء الله. شو المادة اللي تحبينها؟ علوم. علوم، يا سلام. شو تسوين في يومش العادي، يعني شو الروتين اللي تسوينه في يومش؟ أدرس. جنكوز أنا عارف روتينه. ها شو فيك؟ أذكرت وشو؟ في شيء لازم تسويه؟ ها؟ نسيت المزهرية. نسيتها، يلا جيبها. طيب ها، شو روتينش اليومي؟ أدرس. تدرسين، يا سلام. شو المادة اللي تحبينها؟ علوم. علوم. طيب تحبين ورشة جنكوز اللي يسويها ولا لا؟ طبعا. تسوين نفس العمل اللي سواه اليوم؟ اي بسوي. اكيد اكيد. يلا باذن الله، يلا روح لسؤالك. ها فتقم بهذا العمل وارساله الينا. صحيح، ارسليه لنا يا ذكريني باسمش. حنين. يا مرحبا يا مرحبا حنين. طيب ارسليه لنا عشان نشوف العمل ونقيمه هذا جيد ولا لا. حلو. اوكي يلا، سؤالك راح يكون اوجد الكلمه. حلو. تعرفين أوجد الكلمة؟ إيه. يلا بسم الله، هذه هي الكلمة وعندش 4 أحرف، حرف واحد بس اللي يبين، وأربع محاولات. أعطيني 3 أحرف. أعطيني أي أحرف عشوائية نشوف إذا موجودة ولا لا. إيش قلتي؟ راء. راء، خلينا نشوف حرف الراء. حرف الراء مش موجودة. الراء مش موجود. حرف غيره. يلا ألف. ألف، خلونا نشوف ألف. لا للأسف ألف مش موجود. هي كلمة. يلا لو تركزين ترى ساعدتش أنا. لام. خلونا نشوف حرف اللام. ما شاء الله شكلك لقطتيها. حرف اللام موجود. حرف اللام. يلا الحرف الباقي. ميم. ميم، خلونا نشوف حرف الميم. يا سلام. الحرف الأخير. هاء. هاء ولا حرف الثاني؟ تاء. تاء وشو؟ تاء مفتوح. لا مش مفتوحة. مربوطة. يا سلام، خلينا نشوف التاء المربوطة. وهذه الكلمة هي كلمة. وأنا طبعا ساعدتش يا حنين ونقولش ألف ألف مبروك، مع أنش ما احتجتي مساعدة أبدا، يعطيش العافية. والحين صار وقت جنكوز أصدقائنا يختبر قدراتكم على التخمين. خلونا نشوف شنو لغز اليوم مع فقرة لغز. يلا يا جنكوز جاهز؟ جاسر جاهز؟ هنا جيد؟ كيف؟ أوقف هناك. توقف هنا ولا تجي عندي؟ لا لا أعرف. تعال عندي، تعال عندي، تعال عندي جنكوز، تعال عندي. ايه وقف مكاني. حلو، يا سلام. جيد. او تروح المسرحك. ها مسرحك طبعا. يلا مسرحك. طيب خلونا ناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم، من معي؟
عليكم السلام. يا مرحبا مسهلا، من معي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن يا مرحبا، كيف حالك؟ بالله طيب. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ 12 سنة. أي صف؟ سادس. ما شاء الله، الله يوفقك يا عبد الرحمن وتدخل مرحلة إعدادية بإذن الله. طيب جاهز لمسابقتك ولا لا؟ يلا. تعرفها صح؟ إن شاء الله جاهز. أنا في سباير. أنا في سباير. أنت في سباير ما تشوف التلفزيون؟ إيه ما أشوف. لا والله. طيب خلاص خليك معنا يا عبد الرحمن، خليك معنا. أمشي. بنعيد اتصالك مرة ثانية، ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم، من معي؟ وعليكم السلام. يا مرحبا، من معي؟ دانا. يا مرحبا دانا، كيف حالك؟ أتنا على الشاشة. أنت نفسك اللي كنت مكلمة ولا؟ لا. لا يا مرحبا مسألة يا دانا. طيب جاهزة لمسابقتك ولا لا؟ جاهزة. عندك الشاشة أول شيء ولا لا؟ عندي. يا سلام، حلو. يلا شاسة. ركزي على الشاشة وركزي مع جنكوز وشوفي اللغز. يلا يا جنكوز انطلق. يا سلام جنكوز مستانس على المسرح. يلا شوف ايش قاعد تسوي جنكوز وقولي لنا ايش يسوي. شوف المنبع. ايش قاعد يسوي جنكوز؟ الضباب. ايش قاعد يسوي؟ يكش وشو؟ الضباب. يا سلام، يعطيك العافيه يا دانا، واجابه صحيحه، ونقول لك الف 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 مبروك. يعطيك العافيه، ويعطيك العافيه جنكوز على التمثيل الجيد. نشكرك يا دانا. والحين يا جنكوز تعال عندي. ايش فيك؟ الضبابه. للحين موجوده؟ انت استوحيت الفكره من اللي موجود معانا في النادي ولا لا يا جنكوز؟ بلعتها؟ اصدقائنا خلونا نشوف ايش صاير مع جنكوز بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل القصير، وخلونا نسأل جنكوز. جنكوز صار فيك قبل شوي؟ جنكوز. جنكوز فيك؟ جنكوز. طيب أنت كنت تمثل شلون؟ دخلت في الحالة. دخلت في الحالة. بلعت الذب. طيب خلوا جنكوز في حالة حاليا أصدقائنا، وخلونا نشوف فقرة ارسم واربح. كالعادة أصدقائنا وصلنا خلال هذا الأسبوع مجموعة من الرسمات، وأيضا عدد كبير. أنت جنكوز أنت بخير ولا إيش فيك؟ متأثر يا جاسر. طيب عطنا حيوية، خلاص ارسم واربح. متأثر أنا مبصل. يلا عشان نخلص خليني أعطيك أسماء أصدقائنا اللي شاركونا. أنا سمعت جاسر. إيش فيك تحمست؟ جاسر. كنت تعبان قبل شوي. جاسر لكل طيب. مقام. يلا امسك الرسمات رونا إياها. خل أقول أنا أسامي أصدقائنا اللي شاركونا. معانا موزة، شجون، شوق، الريم، أميرة، أمل، خالد، عبد القادر، تركي، عبد العزيز، وأيضا محمد، لينا، عبد الرحمن، فهد، سارة، عبد الله، حسين، شيماء، هديل، جاسم، عبد العزيز، هاجر، وسيمة، خالد، عبد العزيز أيضا، ومعنا المها وعلي، حمد، جواهر، هند، من بعد راشد وفاطمة والهنوف ومنصور وسعيد، وايضا مره ثانيه محمد ومحمد ونوره وابرار وجاسم. ما شاء الله معنا ايضا هناك الكثير من الارانب. ما شاء الله واجد واجد. ومعنا ايضا عبد الرحمن ومريم ودلال وسعود ومنال، وايضا معنا علي ومريم وعلي وتيم. يعطيكم العافيه اصدقائنا، معنا 49 عمل و49 اسم و49 مشارك. يعطيهم العافيه جسر مكانها، وتسعة واربعين لوحة فنية ممتازة صراحة. طبعاً يا جسر وكلها أرانب أرانب صحيح. أرانب أرانب. يعطيهم العافية أصدقائنا، لكن الحين جنكوز صار دور وشو؟ ارسم واربح ما جاء جنكوز. شو اللي القرعة؟ خربوه. يلا ناخذ القرعة ونقول هذي أثرت فيك والله الدبابة. امسك ونبدأ في القرعة.
عطنا الموسيقى يلا. بسم الله. خلاص. جسر عفوا. جسر. شيك يلا بسم الله. ألف ألف مبروك لك يا علي، والرقم رقم 48 مبروك يا علي، يعطيك العافية على المشاركة وتستاهل الفوز صراحة. خلونا ناخذ الاسم الثاني ونقول الاسم الثاني. يلا. بسم الله. والاسم الثاني هو شيماء. ألف 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 مبروك لش يا شيماء، رقم 18 مبروك يا شيماء. الاسم الثالث والاخير. الاسم الثالث ايضا والاخير. من تركي. الف الف مبروك يا تركي ويعطيك العافيه، ونقول لك شكرا على مشاركتك، ورقمه رقم 9 مبروك يا تركي، مبروك يا شيماء، وايضا مبروك يا خلينا نشوف الاسم الاخير لحظه علي. الف الف مبروك يا علي، يعطيكم العافيه. طيب جنكوز حاليا وش راح نسوي؟ جسر الان أعتقد أنا هو الهجم أن نشاهد الرسمة الجديدة، رسمة الأسبوع الجاي صح؟ خربوش. خلنا نشوف رسمة الأسبوع الجاي مع خربوش. أصدقائنا مثل ما شفتوا هذه رسمة الأسبوع الجاي، شو تقول جنكوز؟ جسر لما العصبية على عيد صح الرسمة كانت معصبة. إحنا أصدقائنا بإذن الله نحن راح ننتظر رسماتكم تقدمونها لنا بإذن الله في مقر قناة الريان في سوق المدينة، عندكم ليوم الأربعاء بإذن الله للتسليم. إحنا في انتظار رسماتكم ونقول بالتوفيق للجميع. لكن حاليا جنكوز وين راح نروح؟ جاسر أنا الآن أقوم بصناعة المزهرية. يلا على ما تخلص راح نروح ونشوف نصيحتنا لليوم مع فقرة نصيحة. نصيحة. مثل ما شفتوا أصدقائنا نصيحتنا لليوم هي ادرس ثم العب. طبعا كلنا بإذن الله لاحقين على اللعب ولاحقين على الوناسة، لكن أهم شيء دراستنا هي اللي تضمن مستقبلنا. جنكوز طبعا خلص من المزهرية؟ جسر انظر خلنا نشوف. يا سلام كما مرتبان عادي. يا سلام أضفت إلي هذه القماشة الجريدة هذه حطت عليها. يا سلام ترى يعطيك حط وردة بس خلنا نشوفها قبل ما نختم. جسر صعبة خلنا نشوف شكلها بالوردة. إذا جسر كما رأيت لصديق الحديقة حديقة الورود كل شيء. حلو حديقة الورود حطها. يا سلام طبعا بنحط واحدة على مكتبك وواحدة على مكتبي يا جنكوز صح؟ جسر اختر أنا أبي الجديدة اللي أنت وكفتها. خلاص خلها هذه في مكتبي. طيب جسر أرأيت يلا عطني إياها. هيا يا سلام نحطها على المكتب. وأيضا أصدقائنا
معاكم وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، نتمنى أنها نالت على إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم استفدتوا معنا، ونقول لكم إلى اللقاء في الأسبوع القادم. مع السلامة. إلى اللقاء.